اختي كانوا هنا قال لك كاين الزربه ياك خرجوا الدريات كيحكوا واحد الدري حتى هو كان كيكون مع الدريات حتى هو تعاده. المهم هادشي اللي كان قال لهم يجيو حتى الغداو عطاو كوبا ديال الادويه باش ياخذوهم والناس هنا ماشي في استطاعتهم الناس ساكنين في دار الفقراء ما عندهمش مساكن. المهم هادشي اللي كاين سمعنا الدريات هنايا فهم الجربه ما عرفتش مش ناس صراحه كيسمعنا سميتو دابا مانعين الدراسه كاع ماشي حنا اللي جبنا الناس هما اللي الخارجيه هما اللي جابوه ولكن دابا راه ما كاين والو ما كاين حتى حاجه حتى صافي داو مدرسه صبن وداك الشيء ما بقى والو غنجيو غدا اليوم قالوا لنا حنا في العشيه والخارجيه غدا ما عرفتش كان شي وحده كتحك صافي وقالوا هذا الشيء راه كاين جاو دواء وكل شيء صايبه مدرسه دواء وقال لنا جاو نهار الخميس صافي. سمعت لان التلاميذ حبسوا القرايه الدراسه ديالهم باش يمشيو يتعالجوا واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ ورجعوا ثاني يقراوا. شكون اللي جاب هاد شي دريات ساكنين في بعد فين؟ كل واحد فيك تكون كاين اللي برشيد كاين اللي مستقبل سميتو سيدي معروف المستقبل كاين اللي الدروه كل واحد مني شي 2 جوغ بحال هكا كيداو والديهم اللي يقدروا يداوهم شي كيخرجوهم كيسيفطوهم لدارهم والديهم هما اللي كيداوهم. هذه اول مره في هذا العام اول عام دابا غيوقع هنا في هذه المدرسه اندلس اول مره في هاد المدرسه غيوقع هادشي.